غادرت شهيق زفيرة استمرت على مدار عام كامل منذ انتشار جائحة كورونا بتقديم اسطوانات الأكسجين والمعقمات والأدوية. أما اليوم فطور القائمون عليها عملهم من خلال الدعم النفسي للمرضى وعبر أنغام الموسيقى. نحن بصراحة حابين نعمل شيء نحن، لأني بعض الأحيان مو كل شيء هو الدواء مفيد للمريض. الدعم النفسي كيف بصراحة بيساعد للمريض، يعني أحد الوسائل المتاحة بحيث إني نقدم له شيء نحن للمريض، نقدم له مثلا عزف موسيقي. داخل المريض أساسا هو ستريس ومعصب، هو متضايق، فأنت بتدخله موسيقى تعمل له شيء أنت جو خاص فيه، فهو بنسى شيء اسمه حاله مريض. يعني مستوصف بقدم خدمات طبية لكل فئات وأطياف المجتمع، يعني وبأسعار رمزية، وفيه أكثر معظم الاختصاصات الطبية بالإضافة للإيكو التخطيط. بيريح حدا يعني نفسيا كتير كويس. حالة نفسية أكيد ده ترتاح بالموسيقى بأي شيء بيريحها، يعني حسب الموسيقى اللي عم يسمعها. يعني هلا نحن بنشوف حالنا بس سمعنا شيء كلاسيكي بتلاقي أعصابنا أوتوماتيكيا هديت ارتاحت. هي مبادرة رائعة جدا، لأنه هي مبادرة أهلية بالبداية، فهي قدرت تساعد كتير ناس بهالطريقة. بكفي أنه نحن عم نحس بالخير أنه واقفين مع بعض. فالدعم النفسي لا يقل أهمية عن الدعم الدوائي، إضافة إلى تقديم الاستشارات والمتابعات الطبية والأدوية والمعقمات. تم عزف مقطوعات موسيقية تفاعل معها المرضى